اللي ضد الخمور والتدخين والمخدرات اللي عاملينها في المعاهد؟ لا ما وصلتنيش حتى لتو، ما وصلنا حتى شيء. سمعت بها انت؟ لا وصلت لنا، ويعني فما برشا عبيد في المنزاسيس قاعده تكونسومي، وفما برشا شراب وكاو جاونا قالوا مش تعديوا اشتروا ليسيات تحليل واحد الشباب الكل يتكيف المخدرات، كان شي يعملوا تحليل في الليسيات الى حيوت متكيفه يلقوها. العبيد الكره كيف الزاد هذه البنات اكثر من الاولاد، وبير عاد هذيك على الاخر البير اما ليه الزاد سيبوها انا بالله سيبوها انا راه شباب مقهور الشاطر ودي مطيش في الحبس 14 سنه 15 سنه انسان دي مطيشه في الحبس يا عزت له عملوا هذه قرار بها هذه بكونتيتي هذه مثل يتشدوا واحد على ورقه وعلى تعديوها عام. انت تكيفه؟ تكيف شناي؟ تكيف دخان عادي با. دخان عادي نتكيف. هاي نتكيف. ولا مخدرات؟ مخدرات ما تكيفيش. اما كان يسيبون تكيف. علاش تلميذ يوصل يدخل للكلاس وهو شارب؟ والله تشوف عنده مشاكل عائلية حاجات هكايا هذاك عليه. تشوف يعني ما نعرفش انا فما برشا مثال تلقاهم خلطة خايبة حاجات هكاك. علاش تشرب؟ والله ما نعرف. ناس كيراك هيك. حب نشيخ يجي تلميذ يدخل شارب للكلاس عادي جد مادام بروفيت تدخل شارب للكلاس ما نحبش المخدرات والشرب الشرب ما نحبوش يعني.